sechste Frage. Die fünfte Frage ist Mich würde interessieren, was dem palästinensischen Volk alles noch zustoßen muss, bevor es eine Einheit findet. Das heißt, der Gaza-Krieg hat es nicht mal geschafft, dass das palästinensische Volk zusammensteht. Was muss noch passieren? Sechste Frage. Die Woche hat aber sieben Tage gebraucht. Die siebte Frage geht nicht mehr aufpassen. الشعب الأردني يعني أغلبيته شعب فلسطيني، ليش ما يصيرش يعني زي ما هي مثلا غزة بصات يعني تطلع بس الحافلات من غزة يروح يصلي صلاة الجمعة في القدس، هذا يعني تقريبا يعني زي ما تجتثوا يعني من القدس يعني أنتم يعملوا حكاية كثير لله تيجي من الأردن فلسطينيين أو أردنيين يعني فلسطينيين بالأردن يعني أغلبيتهم كلهم يعني فلسطينيين يعني يكون مثلا دعايات في الأردن في عمان في Die drei Fragen habe ich jetzt mal, vielleicht habe ich es richtig verstanden. Die erste war, man möchte schnell den Frieden sehen. Welche Aktivitäten dürfen wir erstmal da tun, damit der Frieden schnell kommt? Habe ich das richtig verstanden? Die zweite Frage war es, Gaza, ein Massaker, eine Katastrophe, trotzdem kam das palästinensische Volk nicht zusammen. Worauf warten die Palästinenser noch, damit die diesmal zusammenkommen? Richtig verstanden? Wunderbar. Und dritte Frage war es jetzt mal, Jordanien hat Frieden mit Israel, auch Ägypten auf der anderen Seite. Und mit diesen Friedensverträgen, die da sind, hätte man vieles bewirken bei den letzten Katastrophen. Aber wir haben nichts gesehen, dass das Volk sich bewegen hat, auch die Regierung nicht geholfen haben. Richtig verstanden? Hat man so zum Beispiel Busse von Gaza nach Jerusalem oder zum Beispiel aus Westbank. Man hat die Möglichkeit zum Beispiel. Man kann diese Frieden zum Beispiel ausnutzen praktisch. Weil السؤال الأول نحن نحب أن نرى السلام ولكن إلى الآن لم نشهده نتمنى أن نكون فاعلين من أجل السلام فما هي الفاعليات المطلوبة منا من أجل السلام السؤال الثاني حدث ما حدث في غزة ولم يلتحم الشعب الفلسطيني مع بعضه البعض إلى أي أمر ينتظر الفلسطينيون حتى يلتحموا مع بعضهم البعض ما هو حجم الكارثة التي يجب أن تحدث حتى يتم الالتحام الموجود الأردن عندها معاهدة سلام مع الجانب الإسرائيلي مصر عندها معاهدة سلام كان من المنتظر أن الجانب الأردني والجانب المصري يساعدان الشعب الفلسطيني في هذه الأزمات أكثر من الموجود حاليا أن يتم إنقاذ الشعب اللي موجود ويتحول إلى هناك أو تأتي مساعدات خارجية وهذا ما افتقدناه في الفترة الأخيرة فماذا على ما ننتظر حتى الآن حتى يتم علاج المشاكل يعني أنا إن شاء الله أبدأ من السؤال الأخير يعني فيما يتعلق بالمطروح القضية أظنها ليست متعلقة بالشعوب العربية لا بالشعب المصري ولا بالشعب الأردني الشعب المصري والأردني لاحظنا تفاعله بشكل يعني منقطع النظير مع اللي كان حاصل في قطاع غزة الناس خرجت للشوارع الناس وصلت إلى حدود قطاع غزة إلى معبر رفح لكن نعلم أن الخلل هنا والشغلة موجودة في الأنظمة العربية في الأنظمة الموجودة في القاهرة والنظام الموجود في عمان هذه الأنظمة صحيح تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وسلام وهناك سفراء في تل أبيب وسفراء في القاهرة وسفير في القاهرة لإسرائيل وسفير لإسرائيل في عمان لكن القضية كما ذكرت قضية الأنظمة الأنظمة يعني لو كانت مصر والأردن وأنا أقولها تحديداً ومش خايف من أي واحد لو كانت الحكومات المصرية والنظام المصري والنظام الأردني حابب أو راغب عنده رغبة في إقامة دولة فلسطينية ودعمها لأقامت هذه الدولة رغم أنه مصر والأردن بقيت في الضفة الغربية وفي غزة من 48 إلى 67 فما هو المانع
الذي منع الحكومة المصرية أو النظام المصري والنظام الأردني من إقامة دولة فلسطينية خلال هذه المدة؟ ما هو المانع؟ إذن الخلل هنا ليس في الشعوب العربية، لا في الشعب المصري الصامد الأبي، ولا في الشعب الأردني اللي حوالي أكثر من 60% منه فلسطينيين. الخلل هنا في الأنظمة الموجودة في العمان والقاهرة والرياض وغيرها. أما موضوع أنه تسيير حافلات للقدس، إذا ما فهمت من مصر والأردن أظن أن هذا الجانب لا يخدم قضيتنا. صحيح ممكن نزيد سواد المسلمين والناس يصلوا في الأقصى وما إلى ذلك، لكن القضية تدخل في باب التطبيع،